طائرات الملك تقصف مدينة مالا، وتم تدمير أكثر من منزل بإحدى القنابل البرميلية من طائرات الملك، وهناك عدة إصابات في مدينة مالا. 23/9 مدينة مالا، طائرات الملك تقصف المدينة بشكل همجي. الله أكبر. وهناك عدة إصابات. هذا الصوب شنو هنا؟ هناك عدة إصابات في صفوف المدنيين. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حتى هذه الحمامات خرجت فوق الركاب، تريد الحياة ولا تريد الموت.